كتير من الناس اللي شغالين على الانترنت لما بيسمعوا سيرة الفوركس او البورصة او التداول بيجيلهم كده زي بعبع او عفريت او بيخافوا، ويقولك لا يا عم المجال ده صعب، المجال ده عاوز راس مال كبير، المجال ده مش عارف ايه، انا مش عارف اشتغل عليه، المجال ده عاوز حد فاهم وحد متابع الاسواق والكلام ده كله. لكن النهارده ومع الشرح ده انا حرفيا هبسط لك الموضوع على الاخر. هديك موقع، الموقع ده موقع كبير جدا وتقيل جدا في مجال الفوركس والتداول، وهعلمك شويه حاجات بسيطه جدا جدا مع مميزات موجوده في الموقع هتخليك فعلا تحترف التداول مع 100% بونص على اي ايداع هتعمله. اهلا بكم يا شباب، رجعنا مره ثانيه معاكم احمد البابلي من قناه الباش مدرس، القناه المختصه في فيديوهات الربح من الانترنت والمشاريع الصغيره وفرص العمل. زي ما شفنا كده في مقدمه الفيديو قلت لك ان في ناس كتير جدا بتحاول تبعد عن مجال الفوركس او مجال التداول بشكل عام بسبب عده حاجات بتخلي الموضوع صعب عليهم. اول حاجه الايداع والسحب، تاني حاجه الايداع اللي انا هحطه ده هل هاخد عليه بونص ولا لا، تالت حاجه ان اصلا في ناس كتير مش عارفه يعني ايه تداول وازاي اشتغل ويعني ايه بورصه اصلا واعمل ايه، ومش فاهم حاجه وعايز حد يساعدني، وبعد ادور على حاجات معينه مش بلاقيها مشروحه على اليوتيوب ولا موجوده حتى في مواقع الانترنت. وعشان كده النهارده انا هشرح لك موقع وهعرفك ازاي تتخطى كل العقبات اللي بتواجهك في موضوع البورصه او التريدنج عموما على النت او الاونلاين تريدنج عموما. مبدئيا كده خلينا نشوف الموقع اللي معانا النهارده، هو موقع فاين ماكس، موقع محترم جدا في مجال التداول والاستثمار على الانترنت. هتبدا عشان تعمل حساب هتدوس هنا على اوبن ان اكاونت وتبدا تملى البيانات بتاعتك وتدوس هنا على ريجستير، ده اول طريقه عشان تعمل بيها تسجيل حساب. لكن انا واخد لك عرض كويس جدا من الشركه وهسيب لك رابط تحت في صندوق الوصف، وهو الرابط ده، لان الرابط ده انت بكل بساطه وبكل سهوله هتقدر تعمل من خلاله او تشتغل من خلاله وتعمل اكاونت من خلاله وتحصل على 100% من الايداع اللي انت هتعمله. يعني ايه الكلام ده؟ كلنا عارفين لو احنا مثلا حطينا 50 دولار 10 دولار 100 دولار في الموقع بتاع الفوركس ده، اول ما نعمل كده هنبدا ان احنا نلاقي فلوسنا هي اتحطت وما استفدناش اي حاجه، او من الاخر ال100 دولار اللي انت حطيتها هي ال100 دولار اللي انت خدتها، مفيش ولا زياده ولا اقل. انما في الموضوع ده او في الصفحه اللي انا سيبها لك دي صفحه عرض مخصصه للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي على الفيديو ده تحديدا، لو دخلت على الصفحه دي وعملت ايداع من خلال الصفحه دي وعملت اكونت من خلال الصفحه اللي انت شايفها دي، فانت هتاخد 100% على الايداع بتاعك. يعني لو حطيت 50 دولار هتاخد 50 تانية عليها، لو حطيت 100 دولار هتاخد 100 تانية او 100 دولار تانية بونص على الصفحة دي. فبكل بساطة برضه هتدخل هنا تكتب اسمك واللقب زي مثلا احمد البابلي، هنا هتكتب الايميل وهنا رقم تليفونك وتدوس هنا على الحصول على البونص، هيبدأ يسجل معاك الحساب بتاعك وتدخل ويوديك على صفحة الايداع. وتعالى دلوقتي بقى افتح لك الحساب بتاعي واوريك الايداع اللي انا عامله واوريك وسائل الايداع اللي موجودة واللي تقدر بكل سهولة ومعانا كلنا نعمل ايداع من خلالها. علشان ندخل على الحساب هتبدا تدوس هنا على اللوجن وهيبدا يطلب منك زي ما انت شايف هنا الايميل اللي انت سجلت بيه في البدايه والباسورد بتاعك، هنبدا نكتبهم وندوس هنا على خانه تسجيل او خانه لوجن. هيبدا يحمل معاك، لو انت اول مره تفتح الاكونت انا طبعا عشان فتحته قبل كده هيجيب لك شويه صلاحيات او حاجات معينه تدوس عليها اكسبت زي الشروط الاستخدام والحاجات دي كلها، تبدا تدوس على اكسبت اول وهيبدا يفتح معاك الصفحه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هتلاقي هنا ان الحساب بتاعي فيه 1000 دولار، هتبدا هنا تلاقي ان المنصه شغاله بالميتا تريدر 4. لو انت واحد مبتدئ مش هتفهم قوي الكلام ده، بس معناته ايه الكلام ده؟ معناته ان المواقع كلها بتاعت الاستثمار او بتاعت التداول على الفوركس او الانترنت او البروكر عموما شغاله بحاجه اسمها الميتا تريدر. اخر حاجه كنا شغالين بيها المفروض ميتا تريدر 4، بس دي التحديث بتاع الميتا تريدر 5، دي حاجه المفروض احدث يعني. فانت ايه، مش عايز اشغل لك دماغك بالكلام ده كله. عموما انت واحد من الناس لو عندك سرعه نت كويسه تقدر تدوس هنا على ويب، يعني تدخل تعمل تداول من منصه الويب عموما او تشتغل لايف على الانترنت على طول، تفتح وتقفل صفقه من على الانترنت. طب في حاله ان انت الموقع بتاعك او النت عموما عندك ضعيف شويه، تقدر لو عايز الصفقات تبقى اسرع والتداول يبقى احترافي شويه هتبدا هنا انك تختار لو انت معاك موبايل اندرويد او ايفون او ديسكتوب، لو عايز برنامج الميتا تريدر 5 على الكمبيوتر تقدر تحمله من هنا او تقدر تشتغل زي ما قلنا على الويب. هيبدا يفتح لك لو دوسنا على ويب زي ما احنا شايفين كده هيفتح لنا هنا،
زي ما احنا شايفين دي النسخة بتاعتها على الويب. هنبدأ بكل سهولة هنا نكتب اللوجن بتاعنا او الايميل بتاعنا والباسورد اللي احنا عملناه في الحساب بتاعنا. وهنا زي ما احنا شايفين هيجيب لك اسم الحساب وهنختار MetaTrader 5. وبعد كده هنبدأ ان احنا ندخل زي ما احنا شايفين لو كتبنا اللوجن بتاعنا ده هنبدأ ان احنا ندخل. بس طبعا احنا مش هنبدأ نتطرق دلوقتي لفتح الصفقات، خلينا بس الاول نشوف ازاي تعمل ايداع الاول بعد كده ندخل على الخطوة دي. طيب ازاي بقى نعمل ايداع؟ ودي الخطوة المهمة اللي فيه كتير مننا مش بيبقى عارفها او مش عارف يعمل ايه والدنيا صعبة بالنسبة له. تعال ندخل ندوس هنا على البيرسونال اكاونت وهتلاقي كتير جدا من الزرار اللي قدامنا. هندوس هنا على الديبوزيت او الايداع لو انت عندك الموضوع باللغة العربية وتقدر بالمناسبة تغير اللغة من الزرار ده. هنبدأ هنا ندخل زي ما احنا شايفين ان هنا مثلا $250 ده انا هعمل لهم ايداع، او عندك طبعا زي ما انت شايف هنا حاجات اكتر من كده لو انت حابب تعمل ايداع بالرقم اللي انت عاوزه تقدر تكتبه في الخانة دي. المهم ان انت هتعمل هنا ايداع وهتختار العملة بتاعتك الدولار من هنا، وهتبدأ بعد كده تشوف دي وسائل الايداع اللي موجودة عندنا ماستر كارد، عندنا فيزا، ويب ماني، سكريل، نتلر، بنك ترانسفير يعني تحويل بنكي، عندنا كاشيو وجوتين وفي لود. كل دي حاجات موجودة عندنا في المنصة نقدر نعمل من خلالها ايداع. وانا ارجح لك انك تعمل ايداع من ماستر كارد لو انت معاك فيزا باينير او اي فيزا بتاعت اي بنك تقدر تعمل بيها ايداع، او تقدر حتى اسهل حاجتين كلنا بنستخدمهم او اسهل ثلاث حاجات كمان كلنا بنستخدمهم هي الويب ماني والسكريل والنتلر. طب هتقولي انا معيش حاجة من الحاجات دي، او عندي حساب على نتلر او عندي حساب على سكريل بس مش عارف ان انا اعمل ايداع من خلال الموقع لان الحساب بتاعي فاضي بس انا الفلوس معايا في ايدي او الفلوس معايا في فودافون كاش. تقدر بكل بساطه اسيب لك صفحه تحت على الفيسبوك اسمها وسيطنا، صفحه تحويلات ماليه تقدر تدخل عليها، وبالمناسبه ده مش اعلان الصفحه دي معروفه اصلا، هتبدا تدخل عليها او اي وسيط يعجبك تدخل تكلمه وتقول له ان انا عاوز اعمل ايداع من خلال الخدمه بتاعتك، يعني هبعت لك فلوس على فودافون كاش وانت تحطها لي على حسابي في سكريل او في نتلر او في الويب ماني، او حتى توري له وسائل الايداع اللي موجوده قدامك وهيبدا يساعدك هو في عمليه الايداع. وهتبدا هنا تختار لو احنا اخترنا مثلا الماستر كارد هيجيب لك هنا البيانات اللي انت هتضيفها وتدوس ديبوزيت، وهيبدا بقى يوديك على صفحه ان اللي انت بتكتب فيها اسمك واسم او رقم البطاقه بتاعتك وكل الحاجات اللي موجوده في الفيزا اللي معاك. لو حطيت نتلر او سكريل هيبدا برضو يوجهك على المواقع دي وتعمل عمليه السحب او عمليه الايداع اقصد بكل سهوله. حاجات كتير جدا متنوعه تقدر تعمل فيها ايداع، تقدر تعمل بالمبلغ اللي يعجبك. وزي ما اتفقنا هتاخد 100% من الايداع اللي هتعمله، يعني لو عملت ايداع ب $250 هتاخد عليهم $250 مره ثانيه. تعالى بقى نخش للمميزات اللي بعد كده، والمميزات اللي قلت لك بتساعد المبتدئين جدا في مجال التداول او الاستثمار على الانترنت. والحوار ده هو بكل بساطه ان انت بيبقى ليك مساعد حساب شخصي، اول ما بتعمل اكونت زي ما انا عملت كده بيبدا يتواصل معاك على الايميل او انت بتبدا تطلب منهم هنا من الرسائل دي او من الاتصال ان انت عاوز مساعد شخصي عندك على الحساب بحيث ان هو يبدا يساعدك سواء انت عاوز تسحب فلوس، تفعل الحساب، تعمل ايداع، تعمل صفقه معينه، تفتح تداول، اي حاجه عايز تعملها هتلاقي ليك مساعد شخصي مجانا مش هياخد منك ولا $1، هيساعدك في اي حاجه تتمناها وهيجاوب ويعلمك اي حاجه انت نفسك تتعلمها. والحاجه الرابعه والخامسه معانا او الميزه اللي معانا الجديده وهي الايديوكيشن. يعني ايه؟ يعني كل المواقع اللي ليها علاقه بالتداول والاستثمار مش بتعلمك اي حاجه، هي مجرد بس موقع او منصه انت بتنفذ من عليها الصفقات، ودي بتعتمد ان انت تبقى واحد فاهم. طب نفترض ان انت مش فاهم اي حاجه في المجال ده وانت واحد جديد ونفسك تتعلم، هتعمل ايه؟ هتبدا تدخل هنا والموقع ده بيقدم لك ميزه كويسه جدا وهي ميزه الايديوكيشن. يعني هتلاقي هنا اربع حاجات زي ما احنا شايفين، كل حاجه منهم بحر كامل من العلم في مجال التريدنج. هتلاقي هنا مثلا فيديو ليسونز، يعني دروس تعليميه بالفيديو بتشرح لك يعني ايه تداول، ازاي تعمل صفقه، ازاي مش عارف ايه، كل اي حاجه نفسك تتعلمها في المجال ده هتقدر بكل بساطه تقعد مع نفسك كده ساعه مع كوبايه شاي هتتعلم كل حاجه. اي بوكس دي يعني كتب الكترونيه تقدر تحملها بتتكلم عن البورصه والتداول والكلام ده كله وفتح الصفقات. بكل بساطه موقع محترم جدا بيقدم لك حاجات مش موجوده تقريبا في اي موقع ومش بتدفع عليها اي فلوس، الكلام ده كله مجاني بدل ما تدخل تشتري كورسات بالاف الدولارات، وكلنا عارفين طبعا اسعار الكورسات بتاعه التداول والفوركس على الانترنت عامل ازاي. تعالى بقى نخش على شويه حاجات اخيره كده في الموقع عشان لو عايز تعرف عن الموقع اكتر، وبعد كده ندخل سوا نعمل صفقه قدامك بال$1000 اللي احنا عملنا بيها ايداع. تعالى كده ندخل اوريك اول حاجه هنا اباوت اس ده لو عايز تقرا اكتر عن الموقع يعني. ولو دوسنا هنا على بيرسونال تقدر تدخل هنا عندك على السيتنج وتعدل اي حاجه، ايميل، باسورد، مش عارف ايه،
تعمل اي تفعيلات، تحط بيانات اضافيه بتاعتك. ديبوزيت دي اللي احنا شرحناها بتاعت الايداع، والويزدرو دي يعني السحب. لو انت حققت ارباح ونفسك تسحب الفلوس هتقدر تدخل على ويزدرو وتسحب الفلوس بتاعتك. اد اكونت دي لو عايز تعمل اكتر من حساب على الموقع وتفتحهم من داشبورد واحده. وهنا عندك ترانسفير فانس، يعني الفلوس اللي اتحولت هتلاقي كل التاريخ بتاعها وكل العملات اللي انت عملتها في الخانه دي. والابلود دوكيومنت لو طلب منك الموقع انك تفعل الاكونت بتاعك بالبطاقه ولا حاجه، هتبدا تدوس هنا على ابلود دوكيومنت دي وتبدا انك تفعل او ترفع الحاجات اللي هو طلبها منك. خلينا ندخل نعمل صفحه على طول. هتبدا هنا تدخل على صفحه اللي هي بتاعه الويب، زي ما احنا قلنا هنشتغل على الويب. هتبدا هنا تلاقي اختيارات الميتا تريدر 4 والميتا تريدر 5. اتاكد ان انت مختار الميتا تريدر 5، وبعد كده هتكتب هنا اللوجن بتاعك. هتقول اللوجن ده اللي هو الايميل اللي انا سجلت بيه، اقول لك لا، اللوجن ده هتلاقيه هنا اللي هو رقم الحساب بتاعك، هتلاقيه تحت الهاشتاج اللي هو مثلا الرقم اللي هو 1385551، ده رقم بتاعي انا، انت طبعا هتلاقي رقم مختلف. هكتب هنا اللوجن بتاعي وهنا الباسورد بتاع الحساب بتاعي اللي انا عملت بيه الاكونت من البدايه خالص. وعايز تدوس هنا على سيف باسورد مفيش مشكله. هنا هتلاقي حاجه اسمها السيرفر، هتجيب السيرفر ده منين؟ السيرفر ده هتلاقيه موجود هنا اهو، الميتا تريدر 5 سيرفر، هتاخده كوبي وتبدا ان انت تدخل عليه وتختار هنا الميتا تريدر 5 زي ما قلنا وتدوس على اوكي علشان يبدا يفتح معاك منصه الميتا تريدر 5 زي ما احنا شايفين هنا كده. البالانس $1000 اهو، بدا ان هو ايه يقرا الدنيا زي ما احنا شايفين. ده المؤشر، مؤشر محترم جدا. هنبدا دلوقتي ننفذ صفقه سوا ونشوف الطريقه. اي عمله يا شباب او جزء عملات او اي حاجه من الحاجات اللي انت عايز تشتغل عليها دي، هتبدا انك تعمل لها سحب هنا او ادراج. يعني مثلا اليورو اي اس دي لو عايزين نعمل عليه صفقه هنبدا نجيبه هنا ونبدا ننفذ الصفقه بتاعتنا من خلال اللي احنا هندوس هنا على المكان ده كده عشان نبدا ان احنا نعمل الصفقه اللي احنا عاوزينها. هنا بيقول لك مثلا ان السعر ب 1.1804، فاحنا لو هنا عايزين نعمل ستوب لوز او وقف خساره، احنا هنعمل ستوب لوز مثلا لو اتفقنا ان الصفقه دي مثلا هنعملها صفقه باي او صفقه شراء، فخلينا نعمل الستوب لوز مثلا عند 1.7041، وخلينا هنا نعمل التيك بروفيت مثلا عند المنطقة دي كده اللي هي 1.8157. فهنبدأ ان احنا نعمل 1.1857. طبعا المفروض الموضوع ده يبقى مبني على تحليلات معينة انت عارفها او حاجات معينة انت فاهمها، مش هيبقى الموضوع كده يعني اعتباطا، او يعني على خبر معين جالك او صفقة معينة انت ضامنها تبدأ تشتغل عليها. تبدأ بعد كده احنا هنا قلنا هنعمل صفقة باي او صفقة شراء. بس كده يا شباب دي كانت الطريقة بتاعتنا النهاردة لفتح الصفقات. مفيش اي مشكلة معانا كده في الحساب بتاعنا. ده الشرح بتاعنا كامل النهاردة لموقع فاين ماكس، منصة كويسة جدا للاستثمار ومنصة مربحة جدا. وان شاء الله لو في اي مشاكل معاك تتواصل مع الدعم من الزرار دي، او كمان تكلم المحلل الشخصي بتاعك اللي هيساعدك كتير جدا، واي مشكلة واقفة معاك هو هيبدأ يحلها لك، وان شاء الله مش هيبقى في اي حاجة واقفة معاك. هتلاقي الرابط تحت في صندوق الوصف لو عايز تاخد 100% بونص على الايداع بتاعك. بس كده ده كان الشرح بتاعنا النهاردة. عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده، ولو عايزين شروحات تاني من النوعية دي اتمنى تسيبولي في الكومنتات بتاعتكم او تسيبوا لي تعليقكم في كومنت. ولو انت واحد من الناس نفسك تكسب، هسيب لك برضو الرابط بتاع قناتنا على التليجرام، عليها اعلان او عليها سحب لمسابقه كمان اسبوعين. المسابقه دي هيفوز بيها 4 اشخاص على $20. فاتمنى انك تكون واحد من المشتركين في قناتنا على التليجرام، لان السحب هيتم من قناه التليجرام بشرط انك تبقى مشترك فقط في قناه التليجرام بتاعتنا وتكون مشترك ومفعل الجرس على قناتنا على اليوتيوب. شكرا ليكم. لو الفيديو ده عجبك اتمنى تسيب لي عليه لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.